بهذه الكتاب وكفى بها نعمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة الكرام وأحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من فرع فاس للرابطة العالمية للشرفاء السباعيين، هذه كلمة متواضعة في حق الفاضل جيبة الحمد الشيخ المحترم المقدم عبد المعطي ابن عبد الله السباعي، زاده الله علما ومحبة وأطال عمره وحفظ دينه وأكرم ختامه. والذي يزيده شرفا أنه حفيد عبد المولى السباعي أحد شهداء الضواحي بضويعة في مدينة سمرة في صحراء المملكة المغربية الشريفة، حفظها الله وأدب عزها. Thank you.